بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة، موضوع الـ Reservoir Simulation. راح نبدأ بأول شيء بالمحاضرة اليوم، إنه شلون نحسب قيم مشتقة الضغط مع المسافة ومشتقة الضغط مع الزمن عن طريق استعمال Finite Difference. طبعاً خلينا نسوي مراجعة سريعة. احنا ما بدنا نسمي ليش اللي هسه احنا شو نريد نسوي، حتى بس هاي المراجعة راح تفيدنا هواية خلال المحاضرة. احنا مثل ما قلت، انا هسه راح اقول انا عندي جريان، عندي جريان باتجاه واحد مكمن، عندي single direction flow. فاحنا نجيب ايش نسوي بالعادي بالريزرفوار سيميليشن، نقسم هذا المكمن الى اجزاء، كل جزء من هاي الأجزاء يكون له خواصة. فبالتالي بمكان ما أنا يكون عندي ضغط واحد لكل المكمن average، لا راح يكون عندي هنا البلوك رقم واحد، هذا البلوك رقم اثنين، هذا البلوك رقم ثلاثة، هذا أربعة. مثلا قسمت المكمن إلى خمس بلوكات، هذا راح أقول عند الزمن، عند التايم ستيب صفر، يعني بعدني ما بديت بالإنتاج. فبالتالي هنا كل واحد من ذني راح يكون إلى ضغط. فمثلا هسه هذا أول واحد راح نسميه بي، هذا أول واحد راح نسميه بي واحد زيرو، يعني ضغط البلوك الأول عند التايم زيرو، بعدين بي تو عند التايم زيرو، بعدين بي ثري. بعدين B4 بعدين B5. مثل ما قلنا المحاضرة الماضية راح نطبق الـ Initial Condition عليها. الـ Initial Condition مع تدني قبل ما يبدأ الإنتاج، بعد ما منصرفين بأي شيء بالضغط، ماكو flow rate، فإذا ماكو تغير بالضغط كلها راح تساوي الـ Initial. بس احنا هدفنا شنو؟ احنا هدفنا خلال الإنتاج هاي الشر راح تتغير الضغوط، نحسب خلال المكمن الشر راح تتغير الضغوط. فراح اجي نفس هذا البلوك بالضبط، نفس هذا المكمن بنفس التقسيم البلوكات، راح اجي اسوي خلينا نقول التايم ستيب 1. ف يعني بعد مرور فترة من الزمن انتجنا خلالها. طبعا هذا الدلتا تي احنا نحدده، ممكن يكون شهر، ممكن يكون سنة، ممكن يكون يوم. خلينا نقول مثل هنا حددنا بعشرة أيام، 10 days. أوكي، هنا إحنا عندنا شغلة هنا ثاني، ما أعرف مثلاً أنا عندي بير هنا، من هنا البير راح ينتج لي. طبعاً من ينتج البير من هنا راح يصير، يعني هاي بسيطة، هاي أسس هندسة النفط. من ينتج البير حتى يصير عندي انتاج لازم يصير عندي فرق ضغط، اذا اكيد ضغط البلوك رقم 3 راح ينزل، راح يكون اقل من الضغط الاصلي، وبالتالي حتى اقدر انتج. وطبعا لما يقل الضغط هنا معناتها انه الضغط بالبلوك الرابع مع مرور الزمن البلوك الثاني هو اعلى من الضغط الثلاثه، فلهذا النفط راح يبدي ينتقل من البلوك الرابع والبلوك الثاني الى البلوك الثالث، لان دائما الكتله تنتقل من منطقه الضغط الاعلى الى منطقه الضغط الاقل، يعني ايضا الاثنين والاربعه راح يبدون يتاثرون، وبالتالي كل ما زادت فتره الانتاج كل ما راح بلوكات اخرى تساهم بالانتاج. طبعا هاي ايش راح تمثل لي يعني احنا بالمكامن، هاي الرينج اريا مال هذا البير. فاحنا هسه شو نريد بالريزرفوار سيميليشن؟ نريد نسوي، نريد نعرف ضغط مال البلوك الاول بعد مرور 10 ايام ايش قد صار، والضغط مال البلوك الثاني بعد مرور 10 ايام لا فماكو يساوي ايش قد صار، كذلك الثالث. لا فاي واحد هاي كلها بعد مرور 10 ايام، يعني تايم ستيب واحد. لاني ما اعرف ايش قد كلهن ما اعرف، مجاهيل. فاحنا هدفنا هسه شو نسوي؟
طبعا هو الضغط شلون ينتقل؟ الضغط ينتقل مع المسافة. يعني شلون هاي بين بلوك وبلوك، والضغط يتغير. هسه مال هذا البلوك رقم 3 بين بلوك رقم 2 و3 اكو دلتابي طبيعي على مود ننتج. ونتيجة الانتاج الضغط مع كل البلوكات يصير بها تغير شنو ايضا مع الزمن. فبالتالي احنا عندنا معادلة الانتشارية اللي هي تتحكم لي بشقد يصير عندي، يعني تحسب لي شقد يصير عندي هو بالضغط. عندي مشتقتين، اول شيء مشتقة الضغط مع المسافة بين البلوكات، وثاني شيء مشتقة الضغط مع الزمن، يعني من كل ما امشي بالانتاج ايش قد الضغط جاي يتغير مع الزمن. فلهذا احنا حتى نحسب هذا هبوط الضغط ايش نحتاج؟ نحتاج نحول هاي المشتقات. يعني انا راح اعطيها هسه ببساطه ايش راح اسوي، بس احنا يعني راح نحكيها بالتفصيل. يعني هسه اني شلون احسب قيمه هاي المشتقه؟ هي هاي المشتقه عندي تغير مع الزمن، فبما اني اقول هاي مشتقة مسافة، فمثل هنا اذا اجي اقول بي الضغط عند البلوك 3 ناقص الضغط عند البلوك 2 على شنو؟ على المسافة من بلوك 3 الى بلوك 2. المسافة احنا نعرفها، فنجي نحسب الضغوط. بس راح نحسب هنا شنو؟ مو راح نحسب باستعمال مشتقة، راح اعوض مكان المشتقة بالفاينايت ديفرنس قيم الضغط عند نقاط معينة واقسمها على المسافة بين هذه النقاط. نفس الشيء بالنسبة لتغير الضغط مع الزمن، ايضا راح اجي اقول مثلا هذا البلوك 3 مثلا عند الزمن 0 ناقص البلوك 3. طبعا اكو عده طرق للحساب، انا بس ابسط الفكره، بعدين راح نجي نحكي شو راح ناخذ التفصيل. على الفارق بالزمن بين الواحد والصفر، طبعا الفرق هنا نسميه هذا تايم ستيب. التايم ستيب هو هنا ايش قد هو 10 كنا ماخذيه. فهنا اللي راح نسوي اليوم هي هاي العمليه، وهي هاي المغزى مال ريزرفوار سيميليشن، انه اني اجي اسوي معادله انتشاريه. معادله انتشاريه راح يبقى بيها مشتقه للضغط ومشتقه للمسافه، عفوا مشتقة الضغط مع المسافة ومشتقة الضغط مع الزمن. هذين المشتقتين احولهن بدلالة قيم معلومة، يعني الضغط عند نقاط معينة وقسمه على المسافة بين هاي النقاط، والضغط عند زمن بين زمنين وقسمه على الفرق الزمني بيناتهم. فاحنا هنا هذا راح نسويه بالفاينايت ديفرنس. فبهاي العملية احنا ايش راح نسوي؟ راح نحول العملية. طبعا ممكن اكو حلين عندنا، حل مباشر وحل غير مباشر. خلينا نحكي على الحل غير المباشر اللي ايضا راح اجي له بالمحاضرة ان شاء الله. طبعا بس خليني اقول لكم ملاحظة مهمة، اللي ما قاري المحاضرة اللي فاتت كانت ريزرفوار سيميليشن رقم 2 اللي حكينا بيها على البرنسبل مال الفاينايت ديفرنس فورورد باكورد سنترال وعلى الانيشال اند باوندري كونديشنز، يحتاج يرجع يقراها قبل هاي المحاضره، لان ما راح يفتهم ايش راح نحكي اليوم اذا ما راح يقرا او يشوف المحاضره اللي فاتت. طيب احنا هسه راح نجي هنا، انا حاولت انطي هاي المقدمات حتى نوصل للفكره. احنا مثل ما اخذنا بديش المحاضره اخذنا تايلر سيريز، شلون تايلر سيريز هي اللي تودينا الى الفاينايت ديفرنس، يعني نسوي ابروكسيميشن للفاينايت ديفرنس. فاحنا هنا هسه ايش عندي؟ يعني من عندي مشتقة للضغط مع المسافة ومشتقة للضغط في نفس المعادلة مع الزمن with respect to time. إذا أنا إيش عندي؟ أنا عندي partial differential equation. ليش؟ لأن إحنا الضغط هنا هو دالة للمسافة والزمن. طيب احنا حنسوي عملية نسميها discretization. discretization ايش راح نسوي بها؟ راح نحول هاي البارشال ديفرنشال equation الى مجموعة معادلات راح يكون بها سيستم مال equations.
السيستم مال الكويجن هاي ايش راح يكون بيها؟ راح يكون بيها ثلاث مثل اي سيستم اوف كويجنز. هنا انا ايش عندي؟ عندي مصفوفة المعاملات مثل ما اخذنا بالطرق العددية بداية السنة. احنا ايش عندنا؟ عندنا مصفوفة معاملات وعندي مصفوفة مجاهيل. المجاهيل ايش راح يكون عندي؟ هي الضغوط. مثل انا اريد الضغط مع رقم واحد عند الزمن الاول، بلوك الثاني عند الزمن الاول، وهكذا الى البلوك الخامس عند الزمن الاول. وهنا ايش عندي؟ هنا عندي مصفوفة النواتج، وراح نجي نقول هاي من ايش تتكون. بس بالنتيجة احنا راح نحصل مصفوف عندنا الجيفن مالتنا هي مصفوفة النواتج معلومة، ومصفوفة المعاملات ايضا معلومة. ومثل ما اخذنا، يعني تذكروا لما اخذنا بالطرق العددية اخذنا جاوس اليمينيشن وجاوس جوردن جاوس سايدل جاكوبي، انه احنا بالاخير عندنا هاي هي مصفوفة المجاهيل، واحنا نقدر نحلها باي طريقة من الطرق اللي ذكرتها هسه ونطلع هاي القيم. فاحنا جاي نحول بالديسكريتايزيشن البارشال ديفرنشال كويشن الى مجموعة من المعادلات ممكن حلها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بس تكون قابلة للحل. طبعا راح تكون قابلة للحل باستعمال، طبعا هي هاي الاساس اللي نحط بالسيميليتر. بالسيميليتر هو هذا اللي يصير، انه يتقسم المكمن الى اجزاء، تنخلق هاي المصفوفة، ومن ثم تحل هاي المصفوفة حتى نجد توزيع الضغوط. الآن نجي هذه معادلة الانتشارية اللي هي ب 3 dimension x y z. طبعا تلاحظون انه هي المعادلة مثل ما شرحناها، الطرف الأيسر من المعادلة هو مشتقة يتم مشتقة تغير الضغط مع المسافة، عندي بثلاث اتجاهات. هنا هذا التيرم اللي ينضاف هنا هذا هو التيرم اللي يتعلق بالإنتاج، إذا كان عندنا إنتاج أو حقن من بلوك معين. طبعا إذا كان عندنا بريزبار سيميليشن، إذا كان عندنا إنتاج فراح تكون إشارة الكيو ماينس، لأن باعتبار جاي ناخذ من البلوك. إذا كان عندنا حقن راح تكون إشارة الكيو بلس باعتبار جاي نضيف ماس لهذا البلوك. نلاحظ الطرف الأيمن من المعادلة هو مشتقة الضغط مع الزمن، وهذا يبين لنا انه ايش قد يصير هنا عند التغير بحجم النفط في بلوك معين. طيب احنا هسه حتى نبسط ايش راح نسوي وياكم، راح ناخذ الجريان باتجاه واحد one dimensional flow، راح ناخذه بس بالاتجاه اكس. فتلاحظون لو لما اخذت اتجاه اكس هاي انتبهوا عليه مهمه جدا، لاحظوا الطرف الايمن المعادله ما تغير، لان الطرف الايمن هو مو مشتقه للمسافه، مشتقه للزمن، فمعناته احنا هنا صار عندنا تغير بس بالطرف الايسر. طب خلينا نجي على هاي، كم مشتقه عندنا بيها؟ عندنا بيها ثلاث مشتقات، مشتقتين للضغط مع المسافه ومشتقه للضغط مع المسافه. احنا هسه بالفاينات ديفرنس نريد نسوي معادلة نعوض عن هذه المشتقات بقيم معلومة عند نقاط محددة. طيب شو راح نجي عليها؟ خلينا نجي عليهن واحدة واحدة. هنا أنا نعطيكم شرح معرف لكم كل باراميتر بهاي المعادلة، طبعا معظمها هي معادلة دارسي، طبعا البيتا والألفا هن معامل تحويل وحدات، منطيكم اياها كلها بالوحدات الحقليه، ومنطيكم يعني تعريفها وشنو وحداتها الحقليه. طيب هسه خلينا نجي اول مره راح نحول هاي المشتقه، هاي اول وحده راح نحول هاي المشتقه، اول وحده نتخلص من هاي المشتقه. طيب راح نجي هذا الرسم كلش مهم، كل المسائل اللي راح تحلوها راح تعتمد على فهمكم لهذا الرسم. هذا الرسم احنا جايين مسويين به هنا، احنا جايين هذا المكمن مالتنا مقسميه الى بلوكات. طبعا احنا راح نجي نحسب هبوط الضغط لبلوك بلوك، فخلنا نفترض هسه احنا جايين نشتغل بهذا البلوك. فهذا البلوك راح نسميه XI، اذا البلوك اللي بعده
هو بلوك اكس اي زائد واحد، هذا الاي هو ترقيم للبلوك، البلوك اللي قبله هو اكس اي ناقصا واحد، ودائما ناخذ من السنتر مال البلوك. زين، اذا هذا البلوك الطول مالته ايش قد؟ بما ان الجريح ذا يمشي باتجاه واحد، الطول مالته هو دلتا اكس اي، الطول مال هذا البلوك الثاني هو دلتا اكس اي زائد واحد، البلوك اللي قبله هو دلتا اكس اي ناقصا واحد. زين، المسافه من هذا البلوك الى هذا البلوك ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي طول هذا البلوك زائد طول هذا البلوك تقسيم 2. ف ونفس الشيء بالنسبه لهنا، لان احنا من راح ناخذ مثل ما قلت قبل شويه راح اجي احول راح نجي نحول، خليني اكتب لكم اياها، مثلا اريد ارجع احول مشتقه الضغط ويا المسافه اكس، فهنا بين هذا وهذا ايش راح يحصل عندي؟ راح يحصل عندي البي اي ناقصا بي اي زائد او ناقص واحد، ما يهم يعني، خلينا نقول ناقص واحد على المسافة من اي الى اي ناقصا واحد. طيب احنا طبعا هاي المسافة راح تساوي لي دلتا اكس اي اذا اخذ بين هذا وهذا اي ناقص النصف، واذا اخذ بين هذا وبين هذا اي زائد النصف، باعتبار الاي هو من الاي للاي زائد واحد المسافة اللي بيناتهم بالنص هنا راح تكون هاي. وبين هذا البلوك وهذا البلوك هاي. واني داري اخذ هبوط الضغط خلال هذا البلوك، فبالتالي هذا الضغط راح يكون متأثر بثلاث اشياء. اذا اكو انتاج من عنده نفسه هذا واحد، اثنين انه الضغط الانلت راح يدخل والضغط الاوتلت، خلينا نفترض انه هو يعني اذا ما بي بير فاحنا الجرايه راح يكون من خلاله، مثلا اذا البير هنا او البير هنا او البير هنا فالجرايه راح يكون من خلاله، فاحنا راح ناخذ الخواص الترانسمسبلتي احنا راح نسميها صراحه اعرف لكم اياها ترانسمسبلتي، وين ترانسمسبلتي مثلا بين الاكس اي يعني الانتقاليه للكتله بين بين الاكس اي ناقصا واحد والاكس اي راح تكون عند الاكس اي ناقص النصف، زين، وبين الاكس اي والاكس اي زائد واحد راح تكون عند الاكس اي زائد النصف. فطبعا هاي ترانسمسبلتي يعني قاعد ينتقل عندي كتله وضغط بين بين البلوكس، فهنا راح هاي ممكن. فاحنا هسه شو نريد؟ قلنا احنا قلنا نريد نتخلص اول شيء من هذا من هاي المشتقه اللي احنا دا نقول هاي البراميتر كله with x مشتقة x، طبعا هذا البارامتر كله يعني اللي اللي شامل لي كلهن مو بس الضغط، الضغط والبيرمابيليتي وخواص الفلويد والمسافة. فش راح نقول؟ راح نقول هسا عندي هذا، نرجع للمحاضرة اللي فاتت اللي أخذنا بها ثلاث طرق على مود نحول بها من مشتقة إلى finite difference، ثلاث طرق كانت ياهو forward central والباكورد. احنا هنا راح ناخذ هاي نحولها بالcentral difference. سنترال ديفرنس ايش قلنا؟ اذا ترجعوا للمحاضره اللي فاتت راح ناخذ هذا ايش قد قيمته عند الاكس اي زائد النصف اللي هي الاوتلت مال هذا البلوك، المخرج مال هذا البلوك، ناقصا ايش قد كانت قيمتها عند مدخل البلوك عند الاكس اي ناقص النصف اللي هو هنا. اقسمها على شنو؟ اقسمها على المسافه بين ذني النقطتين، فالمسافه منا الى هنا هي شنو؟ هي هاي مبينه عندي، هو طول البلوك نفسه اللي هو دلتا اكس اي. فهذا هسه انا حولت المشتقه هاي الى، شوفوا هسه انا ما عندي هاي المشتقه راحت، صار عندي هاي القيمه، هسه اشيل هذا وين اعوضه؟ اشيل هذا ارجع اعوضه بالمعادله مالتنا هنا. شوف هسه كم مشتقة بقت عندي؟ بقت عندي هاي المشتقة ويا الضغط وهاي المشتقة ويا الزمن، المشتقة الثانية اللي ويا ويا المسافة راحت. فأجي هنا طبعا أنا هاي متعمد ما احذفت، هي راح تنحذف بعدين بس حتى بس للتوضيح يعني. فهسه أنا هنا ايش بقى عندي؟ بقى عندي مشتقة الضغط مع المسافة وبقى عندي مشتقة الضغط مع الزمن، زين. هسه هاي شلون أتخلص من عندها؟ أتخلص منها بنفس الطريقة. راح أجي أحول المشتقة إلى finite difference.
حقول المشتقة عند ال i زائد النصف يعني هنا دي، بس اقدر اوسطها يعني المشتقة هنا ايش قد مال الضغط؟ ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الضغط ايش قد هنا؟ بي اي زائد واحد ناقص الضغط ايش قد هنا؟ والمشتقة تغير بالضغط مع المسافة، وراح اقسمهم على المسافة من هنا الى هنا. هاي المسافة اللي بيناتهم اللي ايش راح تكون؟ راح تكون نرمز لها دلتا اكس اي زائد النصف. هي ببساطة راح تاخذ هذا زائد هذا تقسيم اثنين، يعني طول هذا البلوك زائد طول هذا البلوك تقسيم اثنين. طيب نيجي هنا بعد ايش عندنا؟ عندنا مشتقة الضغط هنا عند الاي ناقصا واحد، ايضا راح ناخذها ببساطة. عندي كل سهل العملية، عندي بي اي هذا ناقصا بي اي ناقصا واحد يعني الضغط مال هذا البلوك على المسافة بيناتهم، راح نسميها دلتا اكس اي. هاي المسافة بيناتهم هي دلتا اكس اي ناقص نص، اللي هي راح تكون طول هذا البلوك زائد طول هذا البلوك تقسيم اثنين. هاي دلتا اكس اي زائد نص. زين هسه ذني اثنيناتهن هاي اجي اعوضها هنا، هاي اجي اعوضها هنا، تقريبا وصلنا ثلاث ارباع الحل. اجي اعوضهم هنا بعدين. شوفوا هسه هذا الطرف كليته هاي راحت ويا هاي، هذا عزلناه بوحده. هسه راح اجي اسميه هذا هذا شنو هو التيرم، هو وهذا، وهنا مكان الضغط صارت عندي قيم ماليش، صارت عندي قيم مال الضغوط. بعد انه اشتقت الضغط مع الزمن احنا نجي نحلها هسه. بس هسه شوفوا هنا انا بعد خلصت ما احتاج مشتقات، احنا هنا هسه راح نحل بطريقه نيوميريكال. هنا راح اجي احسب، طبعا احنا هنا هدفنا من هاي المعادله نحسب الضغط مال البلوك اي. خوش راح اجي اقول شلون احسبه. هذا شو نسميه التيرم هذا؟ طبعا اللي دخلنا الدلتا اكس بي هذا نسميه ترانسمسبلتي، معامل انتقاليه. فهذا عندي معامل انتقاليه بين التي اي زائد النصف، هو معامل انتقاليه بين البلوك هذا بي اي زائد واحد وهذا البلوك اللي هو اي. وهنا التي اي ناقص نصف هو معامل انتقاليه بين البلوك اي ناقصا واحد والبلوك اي. هسه هذا الطرف كليته تخلصنا من المشتقات بي، بقالي هاي المشتقه. راح نجي هسه نحكي شلون نتخلص من عندها حتى نحولها بالفاينات ديفرنس. فنجي هنا، بس انا هنا موضح لكم شنو الترانسمسبلتي عند الانلت والاوتلت لكل بلوك. طيب طبعا اذا عدنا البلوكات متساوية بالحجم كلها، فهذا معناته انه دلتا اكس اي ناقص النصف راح تساوي دلتا اكس اي، وراح تساوي دلتا اكس اي زائد النصف. لان شلون خليني بس اوضح لكم اياها هنا شوية بس صارتكم الفكرة واضحة. اذا ساني عندي ثلاث بلوكات، انا بدي احسب هبوط الضغط للبلوك هذا اي، فهذا راح يعتمد على البلوك اللي بعده والبلوك اللي قبله. طيب هذا زقت البلوك هذا طوله دلتا اكس اي، هذا البلوك طوله دلتا اكس اي زائدا واحد.
وهذا البلوك هو دلتا اكس اي ناقص واحد. ماشي. فاذا اريد نعرف ناخذ منه الى هنا هاي المسافة شو نسميها؟ نسميها دلتا اكس اي زائد نصف. والمسافة من سنتر البلوك اي الى سنتر البلوك اي ناقص واحد هي دلتا اكس اي ناقص نص. زين، الدلتا اكس اي زائد نص ايش راح تساوي؟ راح تساوي الافرج مال مجموع دلتا اكس اي بلس دلتا اكس اي زائد واحد. طيب نفس الشيء بالنسبة لدلتا اكس اي ماينس هاف equals delta x i plus delta x i minus 1 over 2. هاي اذا عندنا الاطوال مختلفة فنطلع الدلتا x i زائد نص دلتا x minus نص بهاي الطريقة. بس هي ملاحظة عمود نسهل الحال، إذا كانت هاي البلوكات متساوية الدلتا اكس إلها فمعناتها إنه دلتا اكس اي ناقص واحد راح تساوي دلتا اكس اي زائد واحد وراح تساوي طول أي بلوك، باعتبار ذني متساويات فتقسيم على اثنين راح يعطينا طول البلوك نفسه. زين، هسه إحنا خلصنا من مشتقة ال ضغط مع المسافة، حولناها إلى Finite Difference Approximation. زين، هسا نجي بعد شو بقالنا مشتقة الضغط مع الزمن. طبعا مشتقة الضغط مع الزمن إذا راح ناخذها Forward أو Backward هي راح تحدد لي نوع الحل، هل هو راح يكون حل مباشر Explicit أو حل غير مباشر Implicit. طب إحنا بالمعادلتين راح نجي نعوض هنا، خليني أكبر هذا. ثاني عندي الفاينايت ديفرنس ابروكسيميشن راح اخذ المعادله، احنا بالحالتين راح ناخذ هاي المعادله لمشتقه الضغط مع الزمن، واللي هي الضغط عد الزمن الجديد ناقص الضغط عد الزمن القديم نقسمهم على الفرق بالزمن بيناتهم. للاختصار هذني راح تكتب بهذه الطريقه، يعني ما راح نكتب tn زائد، راح نكتب رأسا bn زائد واحد. يعني هاي عند ال يعني هذا ال old هذا عند الـ all time. لحظة خليني أرجع عليه. وهذا الـ new time. هذا عند الـ new time. زين. هسه شنو نجي هنا؟ طيب. هسه إحنا أخذنا هذا الفرق دفع حطيته هنا عوضته وجبت حطيت الدلتا تي. اذا راح ناخذ البيس مالتنا يعني الزمن الريفرنس اللي نعتمد عليه البي ان، يعني راح ننطي كل ذني، لان هسه احنا من سوينا قبل شويه ترى سوينا قبل شويه المعادلات من فكينا الزمن، يعني من فكينا المسافه قصدي مشتقه المسافه، ما حددنا عديها زمن بس فتحنا مشتقه المسافه. هسه اذا جينا هنا ردنا
نحدد لاني الضغوط هسه عاد يا زمن اذا حددناها عند البي ان يعني عند كلهن حددناها عند الاولد تايم يعني مثل هسه من نبدي من الانيشال البعد 10 ايام فاللي راح نحدد كل الضغوط عند الانيشال واللي عند 10 ايام بس هذا راح يبقى عندي فهذا راح نحلها فورورد يعني راح يصير عندي بهاي الصيغة كأنما سأني عندي هاي هذا المكمن عند الان هذا عند الان المكمن عند الزمن ان بي اي ناقص واحد بي اي زائد واحد او هاي كلهن عند الان زين سجلوا لي ملاحظة يمكم انه كل شيء لازم عند الان شيء يكون معلوم حتى نبدي الحل لازم نبدي من نقطة معلومة فاحنا بالتالي من قلنا من الانيشال احنا الانيشال براجر عندنا معلوم شو نريد نحسب بس احنا هنا نريد نحسب الضغط عند الاي عند الزمن الجديد الان زائد واحد بعد مرور 10 ايام بعد مرور شهر بعد مرور شهرين هذا التايم ستيب يحدده كل شيء هنا كل شيء عند الزمن الجديد يعني هذا هسه من ارض حسبه هذا راح يكون انون مجهول كل شيء عند الان راح يكون نون يعني هسه انا حتى احسب هذا احتاج هذوله اذا نجي على المعادلة هنا راح نشوفها بما انه قلت اني كل شيء عند الان زائد واحد هو مجهول كل شيء عند الان هو معلوم فساني عندي اذا هاي المعادلة كلها بها مجهول واحد اللي هو هذا وهذا معناته انا عندي معادلة بمجهول واحد يعني احلها بطريقة مباشرة طبعا راح نبسط المعادلة بعد اكثر اللي قدام طبعا هذا احنا نعرفه هذا هو الترانسمسبلتي فراح نثبت الترانسمسبلتي هذا نعوض مكان الترانسمسبلتي هذا اذا اخذنا فرق الزمن على انه هو فورورد واعتبرنا انه البيس مالتنا هو الاولد الريفرنس تايم مالتنا هو الاولد انا كاتب لكم اياه هنا looks forward with reference to tn يعني الاولد تايم طيب زين اذا لا مثلا ما راح ناخذ الزمن forward difference راح ناخذ backward difference راح اعطيكم الامثله راح تكون عندكم هاي اسهل بكثير راح نحلها بالطريقتين الامثله راح نحلها explicit و implicit زين اذا نجي ناخذها backward difference backward difference راح ناخذ نفس المعادله بس ايش راح نسوي راح نسوي الريفرنس مالتنا الزمن الجديد لان زائد واحد فبالتالي راح تكون عندنا معادلة بهذه الصيغة هنا قلبنا الآية شلون قلبنا الآية صار هسه من اجي احسب الضغط عند الزمن الجديد اللي هو n زائد واحد هذا لازم عندي هذا بي ان ناقص واحد ان زائد واحد هذا موجود عندي بالمعادلة وهذا ايضا موجود هذا اللي انا اريد احسبه اصلا المجهول مالتي و بي اي زائد واحد هذا البلوك اللي بعده هذول راح شوفوا بالحسابات المعادلة هسه انا هسه اريد احسب بس حتى نكون واضحين اريد احسب الهذا هذا اريد احسب له الضغط مالته هناك لما حليت بالفورورد كان المطلوب من عندي شنو المطلوب من عندي
انه احسب هذا اعتمادا على الزمن السابق اللي هنا كل هالمعاليم. هسه من اسوي الباكورد لا، راح يصير هذا بالاعتماد على هذا وبالاعتماد على ذوله. احنا قلنا كل شيء عند الان زائد واحد هو مجهول، فمعناته اني هسه بهاي المعادله عندي ثلاث مجاهيل، وبالتالي انا راح يصير عندي هناك كان عندي معادله بمجهول واحد، فاحلها طريق مباشر راسا، اعزل المجهول بجهه وكل المعاليم جهه واحسب قيمه المجهول. هنا لا، اختلف عندي الموضوع، هنا صار عندي بالمعادله الوحده ثلاث مجاهيل. اذا هنا راح نروح باتجاه انه احنا نسوي مجموعه من المعادلات يكون عدد هذه المعادلات مساوي لعدد المجاهيل. يعني انا راح اسوي معادله لهذا، وبعدين اسوي معادله لهذا، وبعدين اسوي معادله لهذا، مثلا عندي ثلاث معادلات صار بيهن ثلاث مجاهيل، هنا يلا اقدر احلها. فهنا ما راح احل بطريقه مباشره، لازم الحل عندي يكون بطريقه غير مباشره. شلون اخذنا بقاوس اليمينيشن، قاوس سايدل، جاكوبي، قاوس جوردن، فراح نروح نرجع راح نسوي مجموعه معادلات ونحلها بذيك الطريقه. زين، هسه راح يجي سؤال مهم ببالكم، حتقول زين هو انا ليش اروح اعقد على روح الموضوع واروح على الباكورد واعتبر هذا ان زائد واحد هو الريفرنس تايم عندي، ما اروح احلها بطريقه مباشره وينتهي الموضوع. ممكن نستعمل طريقة مباشرة، لكن الطريقة المباشرة طريقة محدودة ما تعطيني حل دقيق عند اي تايم ستيب. يعني هذا التايم ستيب من يتغير، يعني هذا التايم ستيب اذا قيم الفرق بين هاي الزمنين مرات من ازيده بشكل كبير يوصل عندي فد قيمة معينة، بعد ما هاي ذاك يعطيني حلول غلط، نسميه unstable solution. فلهذا بينما الباكورد هاي الطريقة مال الصفات على طول الخط تعطيني حل صح بغض النظر عن قيمة الدلتا تي، بغض النظر عن قيمة الدلتا اكس. بينما الطريقة الأولى اللي هي طريقة الفورورد ديفرنس إذا أريد أحل بها، لا هي صح طريقة أسهل، طريقة مباشرة تغنيني عن إنه راح أسوي ماتريكس وأطول العملية بالحل، بس هي لدلتا تي معينة، يعني رينج مال دلتا تي معين ورينج مال دلتا اكس معين، فالحل بها غير مطلق. لازم من أجي أحل لازم أفحص قبل ما أحل، أفحص قيمة الدلتا تي إنه هل مناسبة لهذا الحل أو لا، كذلك قيمة الدلتا اكس. بينما بالباكورد ما أفكر بهاي العملية، ممكن نجي نحل بطريقة مباشرة لأنه راح يعطيني بالأخير stable solution، فراح تكون عندي المعادلة بهذا الشكل. راح تلاحظون أنه أكو بيها كل معادلة راح يكون بيها على الأقل الأفعال أكثر ثلاث مجاهيل، وهاي بالنتيجة راح تحتاج أنه نحولها إلى مجموعة معادلات، معادلة لكل بلوك تكون نحطها على شكل مصفوفة حتى نحلها ونطلع الضغوط لكل البلوكات عند كل تايم ستيب. خلينا نجي هسه هنا شلون راح نطبق باوندري كونديشنز. احنا اخذنا المحاضره اللي فاتت شنو هو الانيشال كونديشن وشنو هو الباوندري كونديشن. زين، الانيشال كونديشن تطبيقه سهل، هو راح نوزع الضغوط ونوزع الخواص عند التايم زيرو قبل ما يبدا الانتاج. اللي شويه تطبيقه اصعب هو الباوندري كونديشنز. نجي على الباوندري كونديشنز. احنا اخذنا ثلاث انواع من الباوندري كونديشنز المحاضره اللي فاتت. نوع اللي هو يبقى عند الضغط ثابت عند حدود المكمن، وهذا لما يكون عندي اكوفر قوي محيط بالمكمن، ايش قد ما يصير عندي هبوط ضغط على حدود المكمن هذا الاكوفر يدفع مي ويعوض له هبوط الضغط. النوع الثاني انه انا اصلا ما عندي اي تعويض لهبوط الضغط، يعني المكمن اللي هو فوليومتريك اللي يشتغل فقط بالسوليوشن جاز درايف، ما عندي اي اتصال بي ويا الخارج، ما عندي اكوفر محيط بي، فهذا بالتالي الترانسمسبيلتي بينه وبين الاوتسايد ذا ريزرفوار زيرو. النوع الثالث اللي هو انه يكون عندي بجهه اكوفر يدعم لي اياه وبجهه ثانيه ما عندي اي اتصال ويا 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 برا. طبعا احنا لين هاي السنه تعرفون هي عباره عن سنه استثنائيه، فلهذا احنا خفضنا المنهج يعني بنسبه 30%. فأنا هنا راح اعطيكم فقط نوع واحد، بس انا حكيتها بالبداية حتى يصير عندكم فكرة انه احنا عندنا ثلاث انواع، احنا حكينا ثلاث انواع بس هسه كتطبيق راح اعطيكم نوع واحد، يعني بالمساء راح يختصر عندنا التطبيق على نوع واحد. طبعا كنت اتمنى انه عندنا وقت حتى ناخذ كل الحالات. الحالة راح ناخذها هو نسميها specified pressure gradient at boundaries. انا اخترت لكم هاي الحالة لان هي تطبيقها شامل تقريبا. زين، هاي الحالة انه هنا ينطيني هذا هنا المعادلة هاي تحدد لي تقول لي ايش قد يصير
هو بالضغط تبو علي من دا نقول دا اقول ال implement ink boundary conditions. يعني انا دا احكي ناترا مو كل المكمن دا احكي فقط التطبيق عند ال boundary condition. فهنا هذا راح نطبق الباوندري كونديشنز اعتمادا على تجديد اذا يصير عندي تغير ضغط عند حدود المكمن. هاي شويه صعبه فانتبهوا لها وياي. زين احنا هسه راح نجي نفترض الحاله اللي قلنا بيها مثلا انا الحاله اللي قلت بيها انه انا عندي المكمن فوليومتريك ما عندي اي اتصال ويا الخارج ويا الاكوفر. هذا المكمن وماكو ووتر درايف، يعني انا عندي بس الريزرفوار ماكو اكوفر بالخارج. فهنا ايش قد راح يصير؟ هنا عندي البارشل بي على بارشل اكس، هذا معناته هذا راح يكون قيمته صفر. لهذا انا مسوي كاتب هنا هو بشكل عام يساوي سي، يعني انتقال الضغط من الخارج من الخارج المكمن داخل المكمن احنا نقول سي. يعني اذا انا عندي يعني هبوط ضغط يعني تعويض جزئي للضغط فعند قيمه معينه. هاي السي تختلف طبعا من مكمن لمكمن حسب حجم الاكوفر، حسب ايش قد انا عندي ترانسمسبيلتي بتوين ذا ريزرفوار اند اكوفر. بس اذا انا ما عندي كوفر اصلا فمعناته انه هاي قيمه السي صفر. ماشي، وهسه راح اجي بالتطبيق الرياضي بالتفصيل شلون راح ناخذها. واذا لا، اذا انا عندي اكو اتصال راح تكون قيمتها لا اكبر من صفر. اذا اكو انا عندي اكوفر دا يعوض لي هبوط الضغط او جزء من هبوط الضغط فهاي هذا السي ما يكون قيمته صفر. بس اذا بس اقول نو فلو باوندري يعني هذا السي قيمته صفر. طبعا هذا يودينا لاستنتاج اخر، بما انه انا ما عندي اتصال بين المكمن وخارج المكمن فمعناته هنا الترانسمسبيلتي ايضا راح تكون صفر. هذا راح يسهل لي عمليه التمثيل الرياضي شلون راح اجي اطبق المعادلات اللي قدام. احنا بشكل عام الكل انواع الباوندري كونديشنز من اجي ثاني عندي هذا مكمن مكون من اربع جريدات. انا اريد شو اسوي هسه؟ اريد اخلي احط الظروف المحيطيه الباوندري كونديشنز شلون تاثر هنا على المكمن. شو نسوي احنا بهي الحاله؟ ليش انا حاطه هنا منقط مو سولد الباوندري مال ذني التو بلوكس؟ احط بلوكين وهميات. طبعا انا عندي جرائم باتجاه واحد فلهذا انا عندي بس بلوكين. لو عندي جرائم باتجاهين كان راح يصير عندي اربع اكثر، يعني راح يزيد عدد البلوكات الوهميه. راح تحيط بكل البلوكات اللي على الباوندري. احنا هسه يا بلوكات عندنا على الباوندري هنا بس بلوكين عندي على الباوندري الواحد والاربعه. الاثنين والثلاثه هي بلوكات داخليه. لان الاثنين حدوده الواحد والثلاثه، الثلاثه حدوده الاثنين والاربعه، بس الواحد حدوده حدود المكمن والاثنين، والاربعه ايضا حدود المكمن والثلاثه. طيب هنا عندي اني راح يصير حتى اطبق الباوندري كونديشن انتقال الضغط عند حدود المكمن اقول يساوي سي، وانتقال الضغط هنا ايضا عند حدود المكمن بارشل بي اوفر بارشل اكس ايضا سي. زين هسه خلينا نجي هاي راح تفيدنا حتى بحل المعادلات الجايه. نجي نكتب الكل بلوك معادلته. خوش، مثل ما تعلمنا قبل شويه بالفورورد والباكورد من حلينا المشتقة مال الضغط مع الزمن. زين هسه انا عندي كم بلوك؟ هنا صار عندي ست بلوكات. خوش، طبعا انا اريد احل هاي المعادله بس هذول الاربعه، هذول الاثنين انا ما اريد احل المعادله، هذول باوندري. فهسه راح اجي اراويكم شلون راح اختصر هذول الاثنين وراح يبقى عندي بالاخير بس اربع معادلات، لان انا هنا اريد اوجد قيم مع تغير الضغط للمكمن عندي، ايش قد انا عندي هبوط الضغط داخل المكمن، وانا مقسم المكمن الى اربع بلوكات، فبالتالي انا احتاج معادله اربعه في اربعه. يعني مو معادله، احتاج نظام معادلات سيستم اوف كويشنز اربعه في اربعه. بس حتى نبسط هاي خلينا نجي نفتهمها خطوه خطوه. اجي اكتب المعادله اول شيء مال البلوك رقم واحد، اجي اكتبها مثلا، شوف هسه انا هنا هاي مو هاخذ هاي هنا واجي اعوض بيها مثلا. هسه اذا اجي ارد اكتب هاي وارجع ارد اعوض، خليني بس امسح هاي. بس انا نريد نكتب هنا ونعوض. شلون راح نكتب معادله البلوك رقم واحد؟ بعدين راح اراويكم البقيه كل المكتوبات.
اول شيء خلي اكتب الفرق. انا مو عندي الاي يساوي واحد، الاي يساوي واحد، فمعناته هذا البي يا بي، هذا بي اثنين. خلي كلها خليها عند الان زائد واحد ناقصا بي واحد عند الان زائد واحد. هذا الترانسبوس بورتي قلنا دائما تبقى عند الزمن ان، اول ما تتغير البقيه ثابته. زين هذا الاي ايش كذا راح يصير؟ راح يصير اي راح يصير واحد زائد نص. ليش واحد زائد نص؟ لان هو هاي الترانسبوس بورتي بين البلوك الثاني والاول، ناقص تي، بما انه الاي واحد فهاي واحد، الاي واحد ان زائد واحد ناقص بي ان زائد واحد، بما انه هاي اي ناقص واحد فمعناتها صفر. زين هذا الترانسمس بولتج قد، بما انه بين البلوك الاول وصفر فهو راح يصير واحد ناقص نص. زين زائد فلوريت، اذا عدنا بير طبعا بي مال يا بلوك مال بلوك رقم واحد، ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي هذا البراميتر، ارجع اكتبه مرة ثانية، عند البلوك واحد. زين حيساوي ال i قد واحد n زائدا واحد ناقصا b واحد عند n. فأنا عندي كم مجهول بهاي المعادلة؟ هذا مجهول زيرو، هذا الواحد مجهول، وهذا الاثنين مجهول. هسه كتبنا مع رقم واحد، هذا الضغط منين اجيبه؟ هذا الضغط مال الاوتسايد. وانا دا اقول انه انا ما عندي، اذا عندي نو فلو، خلينا نقول هسه، فاذا عندي نو فلو معناته الترانسمسبيلتي بين الريزرفوار والاكوفر صفر، يعني هذا صفر بين الواحد، هذا يساوي لي صفر اصلا. فبالتالي هاي المعادلة راح نختصرها، شو راح يصير شكلها؟ راح يصير الشكل التالي، تي واحد زائد نص بي اثنين ان زائد واحد ناقصا بي واحد ان زائد واحد زائدا فلوريت ات ستاندر كونديشن مال الأول يساوي لي هذا نفس الترم ب واحد ان زائد واحد ناقص ب واحد ان. شوفوا هنا من طبقت الباوندر كونديشن شو استفدت؟ شلون طبقتها؟ اختصرت هذا الترم كليته صار صفر، وبسطت المعادلة مال البلوك الأول. هاي فائدة انه احنا عندنا باوندري كونديشن، بس شلون لازم نعرف شلون نطبقها. هسه خلينا نجي نشوف هنا، احنا طبعا صراحة جبان هنا كاتب لكم كل المعادلات كاملة. عندي بارشال بي على بارشال اكس، افتحها بالفورورد راح يصير عندي بي 1 ناقصا بي 0 على اكس 1 ناقصا هذا سي. هاي فبس بالاخير قيمه البي 0 اللي هو الباوندري، الضغط عند عند الباوندري هذا البلوك الايمج اللي سويته راح يكون هذا. فاذا كانت قيمه السي صفر فمعناتها البي 1 راح يساوي لي البي 0. يعني دائما هاي الفرضيه راح نبنيها حتى نحل بيها، بما انه انا ما عندي اتصال ويا خارج المكمن، ايش قد يصير هبوط ضغط بالبلوك الاول راح يقابله هبوط ضغط نفسه برا بالخارج المكمن. وحتى نبسطها اكثر مثل ما حكيت انا قبل شويه، قلت انه الترانسمسبيلتي ماكو زيرو، فبالتالي بما وايضا بما انه هو البي زيرو يساوي البي 1، فاذا اجي على هاي المعادله انا سويتها هنا، بما انه من قلت انه ماكو فلو وراح يطلع البي من ماكو فلو سي راح تساوي صفر، البي 1 راح يساوي البي زيرو، اذا فهذا التيرم اوريدي راح يصفر، لان البي 1 البي 1 والبي زيرو هنا اذا هذا السي صفر هذول راح يتساوون، فاوريدي هذا التيرم راح يصفر. ونفس الشيء اذا عندي نو فلو من الجهه الثانيه، البي 5 راح يساوي لي البي 4، فايضا من راح اسوي هسه المعادله مالتهم ايضا راح يصفر. فاذا نجي هسه هنا شلون انا كتبت هناك معادله مال البي 1 راح تجي تنكتب نفسها هنا.
هاي، بعدين نكتب للبلوك الثاني، شوف بالبلوك الثاني صار عندي B3 ناقصا B2، هاي B2 ناقصا B1. تلاحظون شلون دن رقم الترانسمسبلتي وشلون دن رقم، شوف هاي الترانسمسبلتي مثلا هنا 5 بلس 2 بلس هاف سوري، لان هو بين البلوك الخامس والبلوك الرابع. وهذا عندي هنا، هذا العفو هذا لازم يتصلح، هذا سارجع اصلح لكم اياه بالمحاضرة. هاي 4، هاي يصير 4 بلس نص لان بين البلوك الخامس والرابع، وهاي 4 ماينس نص لان بين البلوك الرابع والثالث. ونجي هسه بما انه احنا قلنا البلوك بما انه عندي نو فلو، فمعناته انه الضغط مال البلوك 0 راح يساوي الضغط مال البلوك 1، فهذا راح يصفر التيرم. هاي راح تبين عندي بان اجي اكتب هاي المعادله بهاي، راح تطلع المعادله عندي هاي الجي 1 بهاي الصيغه. وبما انه عندي البي 5 يساوي للبي 4، فهذا التيرم راح يتصفر، فهاي المعادله راح تصير عندي بهاي الصيغه. من اكتب شوف شلون بسطت المعادلات. فهو هذا ببساطة أسهل طريقة حتى نحط، حتى أقول شلون أنا عندي نوفلو، النوفلو صارت عندي بهاي الطريقة عوضها. ما راح ناخذ التطبيق مال بقية الباوندر كونديشنز لأن قلنا لا يعني الوقت ما يكفي، لازم نحدد جزء من المادة.